بس كان لا بيهددني ان هو هيقتلهم، وانا رافع عليه سكينه قد كده في الشارع. ايوه، بس هي الفكره عندك هنا في تطبيق القانون، في التطبيق، في تنفيذ الحكم، ان انت خدتي حكم عليه. ايوه بصي حضرتك كمان، انا انت الحضانه من حقك. ايوه الحضانه من حقي، وانا كمان مش من النوع اللي هو انا بمنع ولادي عنه. بدليل اكبر دليل على كده ان انا ابني كان بايت عندهم يومها، انا ابني كان هناك وانا على طول بوديه. قانون الحضانه ده لما ايه بيطبق لما بتروحي تقولي انا عايزه انفذ الحكم ده، انت خدتي حكم عليه مش معايا كده؟ احكام، طب لما مفيش بتخش آلية تنفيذ تروحي احكام. تقولي في اعرف لنا مكانه في هو فين. الاسم انا عايزه انفذ. اعرف لنا مكانه هو فين. طب هو مكانه ايه؟ مكانه مكانه اتغير بدور غير عن، مكانه. بيختفي. الرشاوي خلاص انا بتخلص كمان كل حاجه. بيتهم ليه يعني ليه مخرجين، باب من شارع وباب من شارع تاني، بيدخلوا من هنا بيهرب من الناحيه التانيه، وبيختفي اصلا يومها، ما بنعرفش هو فين. واخد ولادي انا ما بيتنقلوا اعرفش حاجه عنه، اهله محدش يوم راضي يقول لي اي حاجه. اهلهم حتى يعني انا ملوش كبير، عارفه يعني ايه كلمه ملوش كبير؟ ملوش كبير والله العظيم. عارفه. ويقول لي اخبطي راسك في الحيط، اجري في المحاكم، اعملي وسوي. اخر حاجه انا اخر حاجه عملها بعت لي، عشان يثبت بقى ان انا اللي مش عايزه اخد ولادي، يجيب الموضوع مني انا، بعت لي على عنوان بيت بابايا وانا مش قاعده فيه دلوقتي. هو عارف، هو عارف كمان انا مش مقيمه فيه. بعت لي عليه تلغرافات المحامي بتاعه ان انا اروح استلم الولاد بتوعي من القسم. خلاص الورق ده، التلغرافات دي انا ما كنتش موجوده، فبالتالي استلمت الورق بتاعها بعدها باسبوعين ثلاثه. بقيت اجري على المحاكم ادور التلغرافات دي فيها ايه، فين وفين. لما عرفت، بقيت انا اللي بدور في الدفاتر فين وفين، لما عرفت ان انا ميعاد الاستلام ده فات بقاله اسبوعين ثلاثه. طب يا جماعه ايه الحل؟ ايه الحل؟ روحي اختريه بعنوان جديد. اروح اختره، عمال اجري على المحاكم، كل محكمه اروح يقول لي لا مش هنا، لا مش هنا، لا مش هنا. طب يا جماعه انا اعمل ايه؟ ما هي دي خطوه هو عملها عشان يقول ان انا مش عايزه اخد ولادي، ولادي اللي عمرهم بيضيع. بصي حضرتك يعني انا صورة ولادي، انا ولادي اللي عمرهم بيضيعوا دول، انا نزلت بوست على الفيسبوك خلاص بالك قد ايه؟ قلت لي سنة سنة وطلعت وشهرين الصور دي. انا نزلت بوست على الفيسبوك، وكنت بلشت فيه الاعلاميين والمسؤولين ان انا عايزه صوتي يوصل، عايزه ولادي يرجعوا، عايزه اوديهم المدرسه، عايزه اربيهم بطريقه عادله. لقيت ناس من عنده بيدخلوا يشتموني، يقولوا لي انتي واحده سيرتك معروفه، انتي واحده مش كويسه، انتي سبتي عيلك، انتي سلمتي يوم على باب الاسم. طب انا لو واحده مش كويسه، ولا انا واحده مش عايزه ولادي، انا هجري كل ده عمال اجري في المحاكم عشان اخد ولادي، هسلمهم بالاسم. انا يوم قعدت اقول للظابط سلمهم لي، خليه يسلمني ولادي، يقول لي مش تخصصنا، ده تخصص محكمه الاسره. طب انا عايزه استلمهم، انا عايزه اولادي يروحوا المدرسه، انا مش عايزه مستقبلهم يضيع كده. حرام ولا حلال؟ اما اطفال زي دي زي الورد، طفله عندها 9 سنين وطفله عندها 7 سنين. بابا كان بيقعد يحسدني يقول لي انا ما شفتش طفله مرتبطه بمامتها زي ما بنتك مرتبطه بيكي. النهارده لقي بنتي بيخليها تقول كده فيا. طب والله العظيم انا في عز ازمتي معاه، في عز ما انا عرفت ان هو مطلقني غيابي، في عز ما كان بيجي يقعد يدعي عليا ان هو معهوش فلوس ويقول اصرفي انت اصرفي انت، واصرف كل اللي معايا. انا في كل الازمات اللي انا عديتها معاه، انا عمري في حياتي ما كرهت ولادي فيه، عمري ما قلت لهم عليه كلمه وحشه، بالعكس انا كنت بحببهم فيه وبخليه خط احمر عندهم لاحترامه ولمكانه، عشان هم في يوم من الايام هيكبروا هيبقوا محتاجين ابوهم معاهم. ما ينفعش يشوفوا علاقتي ان هو وحشه. انا بلاقي كل حاجه انا عملتها كويسه بلاقيها اساءه ليا. بابا ومامته هما نفسهم اقول لهم انا كنت وحشه معاكم، ده انتوا يوم ما كنتوا بتقولوا عايزينهم انا اللي كنت بجيبهم لكم لغايه عندكم. فين حقي ده كله؟ لما اخد عربيتي اللي هي بفلوسي وباسمي واعمل بيها محضر ومحضر يتحفظ، انا هعمل ايه طيب؟ ما انا مفيش حاجه بتتنفذ اصلا، مفيش قانون. انا ولادي دول فين؟ مش عايزه في 60 داهيه العربيه، وفي 60 داهيه الاحكام، وفي 60 داهيه كل حاجه. ولادي دول فين؟ فين الاحكام؟ فين هما؟ مدرستهم اللي انا كل يوم بروحها، وجبت اخيرا راضي يدوني ورق، انا من السنه اللي فاتت عماله اتحايل عليهم عايزه ورقه تفيد ان هما ما بيجوش، مفيش حد راضي يديني حاجه السنه دي، بس اللي عرفت اجيب منهم ورقه. طب انا ولادي هيفضلوا كده؟ مستقبلهم هيضيع؟